يقول علمنا الاستخارة، أبشر. تصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين من غير الفريضة، الأمر سهل جدا جدا. بعد ما تسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ترفع كفك وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي هذا الأمر مثلا زواج أو مثلا سفر، اللهم إن كنت تعلم أن سفري للمكان الفلاني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن سفري للمكان الفلاني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني.